إذن تضارب في المواقف ما بين الحضور والمقاطعة، إلا أن موسكو أبدت تصميما على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. العرض التوضيحي التالي يستعرض قائمة الحاضرين من الداخل السوري ومن خارجه أيضا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تحت شعار السلام من أجل الشعب السوري ينطلق مؤتمر الحوار الوطني السوري في منتجع سوتشي برعاية روسية، وسط مواقف متباينة بين الحضور والمقاطعة. فالخارجية الروسية أعلنت حضور 1600 شخصية سورية يمثل العرب منهم نحو 94.5% بينما تتوزع نسبة المتبقية وهي 5.5% بين الأقليات العرقية مثل الأكراد، الدروز، الأشوريين والأرمن وغيرهم. بالنسبة لوفد الحكومة السورية فقد تأكد حضور 680 شخصية برئاسة مستشار وزير الخارجية فاروق عرنوس، وذلك بعد الإعلان عن غياب بشار الجعفري ممثل دمشق في الأمم المتحدة ومفاوضات جنيف وأستانا. أما المعارضة السورية فسوف يمثلها 400 شخصية يمثل قسم منهم أحزاب الداخل، إضافة إلى شخصيات دينية ووجهاء قبائل ومشايخ وممثلين عن نقابات العمال. أما القسم الآخر سيمثل المعارضة السورية في الخارج، ومن بينها منصة موسكو وتيار الغد السوري. في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة العليا للمفاوضات مقاطعتها للمؤتمر بعد تصويت جرى على هامش مفاوضات فيينا. بالنسبة للفصائل المسلحة فقد أكدت الخارجية الروسية أن ممثلين عن 230 فصيلا مسلحا سيشاركون في المؤتمر، وهي جميعها انضمت في وقت سابق إلى اتفاقيات المصالحة مع الحكومة. وفي الوقت نفسه أعلنت وحدات الحماية الكردية مقاطعتها للمؤتمر بسبب الحملة التركية على مدينة عفرين. على المستوى الدولي وصل بالفعل المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، وتمت دعوة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وممثلين لكل من مصر، العراق، لبنان، السعودية، الأردن وكازاخستان بصفة مراقب. مسودة مؤتمر سوتشي وبحسب التسريبات التي نشرتها وسائل الإعلام الروسية تتضمن 12 بندا تنص على تشكيل لجنة دستورية تشمل الحكومة والمعارضة لتعديل الدستور، وكذلك دعوة السوريين إلى استفتاء لتقرير المصير والحفاظ على سلامة أراضي سوريا ونبذ التقسيم. كانت هذه مشاهدينا بعض المعلومات عن مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي. نشكركم على المتابعة.